مجددا يلقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعصا التصريحات إلى المضمار اليمني بالتزامن مع اقتراب الجيش والمقاومة الشعبية من البوابة الجنوبية لصنعاء من جهة صرواح خولان بالتوازي مع التقدم في البوابة الشرقية جهة نهم. تقدم في صرواح مأرب وآخر في الغيل بالجوف وثالث في الجبهة الغربية بتعز. بالتزامن مع هذا التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني والمقاومة يدعو كيري إلى هدنة تمتد إلى 72 ساعة. تقدمت القوة اليوم قوة الجيش الوطني مع وادي الزغن وتقدمت حتى وصلت إلى مشارف مطار صرواح. الموقف الأمريكي الذي تلاشى مثل قرص الثلج في لحظات سقوط الدولة اليمنية والانقلاب على العملية السياسية ومخرجات الحوار التي كانت برعاية إقليمية ودولية تعود مقترحاته وتصريحاته بخصوص اليمن كتحصيل حاصل لسياسة البيت الأبيض غير واضحة المعالم. الدور الأمريكي تكشف عنه كبريات الصحف الأمريكية عبر صفحاتها حين أزاحت صحيفة الواشنطن بوست الستار عن الضغوط الأمريكية الكبيرة التي مارسها البيت الأبيض على ولي العهد السعودي لإحباط مخطط التحالف لتحرير صنعاء والقضاء على سلاح الإنقلابيين. جملة من الشروحات والمقترحات التي قدمتها واشنطن للتحالف العربي تقف في طريق القيام بأي عمل عسكري موسع باتجاه صنعاء من أجل إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. تلك الضغوطات عززتها تصريحات كيري الأخيرة بحثاً عن هدنة لمدة 72 ساعة، وهي الفكرة التي لم تصمد ولم تتمكن كل دعوات الأمم المتحدة والمجتمع خلال العامين الماضيين من إقناع ميليشيا الحوثي والمخلوع بالالتزام بها. في موازاة الموقف الأمريكي المرتبك، تبدو إيران أكثر حضوراً في الشأن اليمني والأكثر استفادة من الارتباك الأمريكي والغربي إزاء الصراع في اليمن، وتعمل على استغلال الثغرات في مد أتباعها في صنعاء بالمزيد من الأموال والأسلحة وخلخلة الروابط الوطنية وتوسيع شرخ الانقسام لإنتاج كيان طائفي داخل كيان الدولة الوطنية.